نحن أطر أطر المتدربة بمركز التكوين بمدينة أسافي. أولا نرحب بكم بالحضور لتغطية هذا الحدث. فيما يتعلق بالوقوف اليوم هو عبارة عن اعتصام إنذاري تقوم به الأطر المتدربة بهذا المركز بعد أن كان مقررا القيام بمسيرة إلى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطريقة سلمية، غير أننا فوجئنا بمحاصرة القوات الأمنية، وبالتالي تم تحويل هذه المسيرة إلى إضراب إنذاري اليوم، علما أنه ستكون هناك أشكال نضالية متدرجة بحول الله مع إمكانية القيام بالمسيرة. هذا الإضراب يأتي نتيجة تلاؤك وتماطل الأكاديمية الجهوية لجهة مراكش أسفي في صرف مستحقات المتدربين فوج 2020 عن شهري دجنبر وينير، علما على أنه باقي الجهات الأكاديمية قد قامت بصرف هذه المستحقات في جميع أنحاء المملكة، وبالتالي ما كان من الأطر المتدربة إلى القيام بهذا الاحتجاج الذي يدخل أسبوعه الثالث من مقاطعة التكوين، وبالتالي هذا الإجراء هو إجراء يدخل في إطار رد فعل طبيعي للأسد المتدربة والذي سيكون متطورا مع مرور الوقت. وشكرا لكم. السلام عليكم. أول شيء أود أن أشكر التغطية الإعلامية صافي ناو على هذه التغطية الإعلامية. نحن أساتذة والأطر المتدربة فوج 2020 بالمركز الإقليمي أسفي، نقوم الآن بتجسيد نوع من الاعتصام. هذا الاعتصام دام لمدة 3 أسابيع وهو الرغبة في صرف المستحقات المالية وهي المنحة، حيث لم يتم صرف هذه المستحقات لمدة 3 أشهر على التوالي، في حين بعض الجهات تمت صرف هذه المستحقات ونحن نعاني من إكراهات مادية مثل الكراء إلى آخره. واليوم قمنا باعتصام وكان من المفروض أن نقوم بمسيرة احتجاجية أمام النيابة من أجل رفع صوتنا، لكن ما اصطدمنا بإنزال قوات مسلحة وقمع هذه المسيرة الاحتجاجية. فنحن اليوم لا نطلب سوى فقط حق مشروع لنا وهو المنحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أساتذة يعني والأطر المتدربة يعني في الفرع الإقليمي أسفي كما تعلمون، جسدنا نضالنا للأسبوع الثالث على التوالي لا لشيء، فقط لمطالبتنا يعني بحقنا المشروع ألا وهو المنحة، هي أبسط يعني الحقوق. لم نطالب بعد يعني بما يسمى الإدماج إلى غير ذلك، نحن نطالب فقط بالمنحة، وهذا هو الأسبوع الثالث على التوالي ونحن في مقاطعة للتكوين. واليوم بعدما يعني اقترحنا أو أردنا التصعيد بواسطة يعني مسيرة نحو المديرية يعني الإقليمية بأسفي، نصطدم يعني صبيحة هذا اليوم بتطويقنا من طرف يعني القوات يعني المساعدة إلى غير ذلك والأمن الوطني، في حين أننا فقط نريد يعني حوار منهم، حوار سلمي. نحن لا نطالب بشيء غير يعني المنحة، فراتب شهري بسيط، لا شيء لا أكثر ولا لا أقل ولا أكثر. يعني حقيقة ما آلت إليه الأوضاع غريبة شيئا ما، وهذا ليس بجديد علينا. فحقيقة نحن الأساتذة متضررون، لا نطلب شيئا أكثر يعني من المنحة، وهذا ما آلت إليه الأوضاع صبيحة هذا اليوم، في حين يعني قيدوا حريتنا، فهذا ليس عادل. باش توصلوا بجديد صافي ناو، ما تنساوش تابوناو فلاشين يوتيوب وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.